ما كانتش الحالات هذه احنا حول ذو قص حول ما قص هو مدري شنو، كانت طبيعيه الحكايه. كي ولت الناس كلها تعيش في رفاهيه. كيلو ضو غلي. هذيك علاش؟ خاطر انا ما عندي حتى شيء نستعمل، كان في الماكينه نستعمل فور، نستعمل مثلا حاجه فريجدير كما قلت انت هكا هو، ولا ساعات الفور شوي عادي. تجي الفاتوره ديما مسلمه. باش يخلصوا معنا وياخذوا معنا الفلوس شدوا بالاربع سوايع، خلي اليوم باش نطلبوهم يجوا قدونا ولا يزيدونا فاز ولا ناتر ولا شنو شكون واش يسمى في الستيك ما يزيدونيش. عندك المتزاير مخليها 720 مشيت نلقاها 1100 وشنو وشنو وقدي. خلي بربي يقول لي واش عندك؟ قلت ما عندي حتى ما نعرفش. قلت له خلي به اجي صور لي الوحده وسير نحب نبدلها عليه. خلي شيك. قلت له بالك يمكن شكون ماخذ ما عندي، خاطر انا في بلاص برت نرقلوا لك برت نعملوا لك. تعرف المواطن التونسي تو نتقابلوا بعد الظهر عسل الحر كصاحبك راجل تو نقول لكم ما تقولش هذيك هي. نحكيوا على موضوع قصان الضوء ومشكله المواطن مع ستيك، كان تحكي لنا تجربتك. اول حاجه عندي برشا فاتورات في الضوء تجي بالزايد على الاخر، هذه اول حاجه خلصت على الاخر. وثاني حاجه برحت لولا جيت نحطوا حديد باش نحدوا صوت تعمل لك كل شيء تحرق. اي تاعنا عمي وديجا تاول باش يجيني باش ناخذ من عنده باش ننظم جو. انت معنا عيطت لي في وقت نتاع ضو صوتي بالضبط زاد. الضوء مقصوص تاو في الدار عندك؟ مقصوص اي مقصوص وباش نمشي تاو نصلحو. وكا وقت تشوف الدنيا سخونه و الدار كيفاش تعيشوا السخانه هذه مع قصان الضوء ولا فونتيلاتور ولا كليماتيزور؟ لا عندي كليماتيزور. اي الضوء مقصوص كيفاش يخدم؟ اما ما نخدموش معناها ديما شوي شوي ديجا مقصوص تو عادي عادي تو من امس في ماضي ساعه لليوم لليوم حكيت مع ثلاثه وهو مقصوص. والفريجيدير كل شيء ساكت، نخرجوا نحوس وندور ونمشي انا نخدم نضيعوا شويه وقت نرجعوا نحلوا وكا وكل شيء يمشي على روحه. ما شويه لحم تاع عيد فازات حاجات كيما هكاي وحكايه الضوء خاطر الضغط كبير ياسر تاع الضوء مانيش عارف من السخانه مانيش عارف شنو بالضبط. تواجه الستيكي يفضوا لك مشكلتك؟ والله كنت واجه ديجا متوجه للستيك وقاعدين مقسمين لي فاتوراتي، اما ندفع برشا كل شهر في 150. شنو السبب اللي يخلي فاتورتك تجي كبيره؟ خاطر شهريه صغيره ونقسم فيها هكا وهكا ما عرفتش، عندي قرض في البنك وبرشا حاجات ما وصلتش ونخلص حاجه صغيره مش كبير. برشا يقولوا اللي زاد كيلو ضو غلي. هذيك علاش؟ خاطر انا ما عندي حتى شيء نستعمل، كان في الماكينه نستعمل فور، نستعمل مثلا حاجه فريجدير كما قلت انت هكا هو، ولا ساعات الفور شوي عادي. تجي الفاتوره ديما مش نورمال هكا هو. تواجهت الستيك باش انا مخليها 720 مشيت نلقاها 1100 وشنو وشنو وقدي. خلي بربي يقول لي واش عندك؟ قلت ما عندي حتى ما نعرفش. قلت له خلي به اجي صور لي الوحده وسير نحب نبدلها عليه. خلي شيك. قلت له بالك يمكن شكون ماخذ ما عندي، خاطر انا في بلاص فهمت وكا هو. باش يعاونوك في حكايه المونجيله هذيا اللي امورها مش واضحه. نخرج نصورها ونشوف اذا كانت تستاهل تتبدل نبدلوها لك، ما تستاهلش مش لازم. وكا هو وما زلت ما ندريش يمكن جا صورها انا ما ليتوش ولا حاجه كيما هكا. والحمد لله ربي متغلبين على الوقت ولاباس والحمد لله وكا هو. عندي صغيرات زاده والحمد لله ربي وكا هو. لا شنو ما صرتش العومه هذيا ثم ضغط ثم ضغط. كي توقع الناس كلها تحل المكيف وتحل الكل يبدا نقص. تصور انت في العيد الناس كلها تغسل في الدوار باش يكون مش نقص الماء. تصور انت الناس كلها حالك كلماتيزير ومراوح والدنيا المهم حاجه تخدم بالضوء باش يقص. وزيد الخدمه على قدها في البلاد هذه باهي ثماش هكا البليس هات له كابل صغير تو بربي تو نبدلوه ما يتبدلش يقعد هكاك انت والضغط. اصلا الضوء هو الحل معنا. الحل كل شيء الماء والضوء وضروريه الحياه هذا ما يلزمهم اللي هم موجودين. اليوم ما مش عارف حين متوفري واللي يتكلم ويقول لك انا خاطي واللي يتكلم ويقول لك انا خاطي ما فهمنيش مع شكون نحكوا. قص عليك الضوء في القايله لقايت هذه كيفاش تعيشها السخانه من غير لا فونتيلاتور لا كليماتيزور؟ والله اش باش نقول لك كل واحد وعاداته وتقاليده. هاو عمل حاجه مبلوله بالماء هاو مروح هاو ارقد هاو قوم لا تتعدى حلو مر تعدى العمر ما عندي منع. زعما باش نمشي للستيك تيوما نمشي نشد باش نخلصوهم نخلصوهم وظل شادين الصف بالاربع بست سوايع باش ياخذوا معنا باش يخلصوا معنا وياخذوا معنا الفلوس شدوا بالاربع سوايع. خلي اليوم باش نطلبوهم يجوا قدونا ولا يزيدونا فاز ولا ناتر ولا شنو شكون واش يسمى في الستيك ما يزيدونيش. حتى اللي يحب يوصل صوته اللي يحب يحكي ما مش يلقى حد يسمع. والله اللي يوصل برا تورقلوا لك برا تنعملوا لك. تعرف المواطن التونسي تو نتقابلوا بعد الظهر عسل الحر
صاحبك راجل تو نقول لكم ما تقولش هذيك هي هو راه قال لك وكمل ووصلت للناس الكل هذيك هي هذيك هي الكلام الموجود ما عادش يقول لك تو نتقابلوا في العشيه ولا بعد الظهر بعد العصر كم يوصل لك اللي هو التقي وهو راه باش يلعب لك على حاجه هم ما فهميش شكون اللي من باش تشكي تشكي حتى لحد كونش ما يرحم ربي ما كانتش الحالات هذيا احنا هاو الضو قص هاو الماء قص هاو مدري شنو كانت طبيعيه الحكايه اليوم كي ولت الناس كلها تعيش في رفاهيه باهي ولت الامور على هالفتره هذه نتاع موجه الحر تو بعد يرجع كل شيء هكا من رايي انا باهي اما باش يعملوا ولا ما يعملوش ما يعملوش انت اعطيني انا حاجه صارت في تونس انجاز وكتبوا عليه دشه انا فلان الفلان ابار دار الثقافه شادي القليبي ولا شارع حبيب بورقيبه ولا برشا حاجات اللي هما صاروا من قبل.